السلام عليكم، مرحبا يا احلام، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جات لكم مقطع جديد، مقطع اليوم عن لعبه بس ميليتر اندونيسيا. طبعا اليوم مقطع راح يكون عن حل مشكله تركيب المودات وعن السياره اللي معنا اللي هي السورينتو. طبعا مثل ما شايفين الكيا هي داخليه الكيا مثل ما شايفين. وقبل ما نبدا المقطع بتمنى منكم تدعموا المقطع بلايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. طبعا شباب، اول شيء راح نبلش بتركيب المودات وتحميلهم وحل مشكلة تركيب عند وبتضغطوا على الامبورت بيطلع لكم انه عم توقف اللعبة او عم بتجمد. طبعا شباب مثل ما شايفين، اول شيء راح ندخل على صندوق الوصف بتلاقوا رابط تحميل المود اللي هو التركية السورينتو. طبعا هذا المود كتير انطلب مني ومثل ما شايفين عم نحمله. طبعا طريقة التحميل كتير سهلة كالعادة من الميديا فاير بتحملوه. طبعا من خلال تحميل المودات بتلاقوا في رابط تحميل اللي هو تطبيق الزد ارتش فير اللي هو لفك ضغط تطبيقات والمودات اللي راح ننزلها. طبعا بتحملوا الرابط تبع المود والتطبيق، وبعدين بننتقل للتطبيق بعد ما نحملهم بتضغطوا على الداونلود بتلاقوا المود مقفول، بتضغطوا عليه بتعملوا الاستخراج هنا كالعادة مثل ما بنعرف. بعدين بيفتح لك ملف مثل هذا، بتضغطوا على ملف المود مثل ما شايفين، بتعملوا له نسخ، بعدين تنتقلوا بتحطوا له رجوع، بتضغطوا على ملف البوسد مثل ما شايفين قدامكم في ملف، بتضغطوا عليه، بعدين بتضغطوا على المودز، وهيك بس من ضغطتوا على المودز بتعملوا له لصق. طبعا اللصق بتضغطوا على هي الدائرة الخضراء وهيك بيلتصق المود، وبعدين ننتقل للعبة لحتى نركب المود او نشوف المود شلون تحمل. طبعا هالطريقة للجماعة او الناس اللي ما بيقدروا بيركبوا المود من طريقة الدخول على اللعبة، طبعا بيكون فاكين ضغط الملفات وهيك. بس من وصلتوا على واجهة الامبورت عم بتوقف اللعبة وما عم تقدروا تعملوا شيء ابدا. بس هلا شباب انحلت المشكلة ان شاء الله. مثل ما شفتونا ان رابط المود على ملف اللعبة الخاص، طبعا مثل ما شايفين قدامكم، وبتضغطوا على المود بيطلع لكم هلا الملف انه محمل مباشر بعد ما عملنا العملية اللي شفتوها هلا. وهي السيارة قدامكم بالجراج وتركب المود، ما في داعي للطريقة القديمة ابدا. طبعا لتبديل اللون كمان هي على نفس الطريقة، بس بنعمل تو اس او اخترتوا السيارة، بتضغطوا على بروس ليفري، بعدين فايل مانجر، بعدين بتضغطوا على الداونلود لاني الملف نزل على الداونلود، وهيك بتلاقوا الالوان قدامكم مثل ما شايفين. طبعا اخترنا اللون الابيض، وبعدين بنضغط على الابلاي باللون الاخضر، وهيك بتختار اللون مثل ما شايفين. طبعا رح نعطيه فلوس من هون، وهيك تركب اللون على اللعبة. وبالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا يلعبوا اللعبة او عم بدخلوا عليها جديد، طبعا بتضغط على الفري مود، بعدين تضغط على الخريطة او بتختار وجهتين للخريطة مثل ما شايفين. هي الخريطة كاملة، وبس اخترت النقطتين او الخريطتين بتحط له جو، وهيك بتبدأ اللعبة من الاول جديد. وفي ناس طلبت مني انه نشرح شلون طريقة النزول من الشاحنة او من السيارة او هيك. طبعا مثل ما شايفين هي الواجهة كاملة، اول مرة يمكن عم تشوفوها بالخلال التصوير هلا عند. طبعا في هالزرين اللي شايفينهم، في زر الفرين تضغط عليه لحتى توقف السيارة، وفي بعدين الزر اللي فوقه اللي هو الشخصية بتضغط عليه وهيك بتنزل من السيارة. طريقة كتير سهلة يعني، بس في ناس طلبوا مني انه شلون لازم شلون بنقدر ننزل وهيك، لاني ما عم بيشوفوا. طبعا حقكم، في اغلب المقاطع اللي عندي عم بنزلهم انا ما بنزل الطريقة او هالواجهة هي اللي قدامكم انه طريقة يعني النزول وهيك، عم بورجيكم شكل السيارة وهيك. وبالنسبة للناس اللي ما بتعرف هاللعبة، هي اللعبة بتنزل على الاندرويد، طبعا للايفون حاليا ما بتنزل، ويمكن تنزل بعدين او الله العليم. طبعا اذا نزلت راح نحاول ننزلها ونجربها مع بعض. وبالنسبة للشرح السيارة او شرح اللعبة كاملة، طبعا في مقطع مثل ما شايفينه هلا قدامكم اللي هو هذا المقطع شرح فيه عن اللعبة كاملة. طبعا وباقي المقاطع شرح فيهم انه طريقة التثبيت المودات وهيك، وعلى كل مود نزله نجربه وعامل عليه شرح وهيك. طبعا الطريقة كتير سهلة، وهلا ان شاء الله راح تدعوا لي. طبعا ان شاء الله تزبط معكم الطريقة اللي شرحناها هلا. وعلى ما اظن يعني 99% الناس اللي كانت ما بتقدر تنزل المودات هلا راح تنزلهم، وان شاء الله راح تدعوا لي. ومثل ما شايفين شباب هلا هيك عم نجرب السيارة، وبتمنى يكون يعجبكم المود. طبعا لا تاخذوني على التاخير انه بالنسبه لتنزيل المودات، بس صاير في عندي شويه ضغط، وان شاء الله راح احاول انزل مودات او انزل مقاطع باكبر سرعه عندي باقرب وقت ان شاء الله. ومثل ما شايفين، طبعا اذا كان عندكم اي استفسار او اسئله بتحبوا تسالونا اياها يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات او تواصلوا مع الفيسبوك والانستغرام.
طبعا الحسابات بتلاقوهم بصندوق الوصف. شباب بتمنى منكم وقت اللي عم تحملوا المودات او هي او عم يعجبكم المقطع او عم يعجبوك المودات، يا ريت تتركوا لنا لايك على المقطع والبوست اللي على الفيسبوك. طبعا شباب بالنسبه للناس اللي عم بيقولوا لي انه ليش ما عم تحط المودات او عم تحط روابط المودات بصندوق الوصف انه بدون بوست او هيك، وانا بقول لكم يا شباب مع الاسف ما بنقدر بنحط اكثر من رابط بصندوق الوصف، لاني اذا كان حطيت باكثر من رابط بصندوق الوصف بصير مشكله عندنا بالقناه بالنسبة للسياسات والإرشادات اللي باليوتيوب، طبعا ما بتسمح تحط روابط كتير وهيك، فلذلك عم نحط المودات برابط واحد وهيك انه أسهل لكم أنا برأيي يعني. وهيك شباب كون وصلنا معكم لآخر مقطع، إن شاء الله تزبط معكم الطريقة، وبتمنى منكم تدعموا المقطع باللايك، اشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس لصلكم كل جديد، واترككم بأمان الله وسلام.